النهاردة الحمد لله احنا في القرية رقم 16 في مبادرة الكرة الأكثر احتياجا. الحمد لله قرية خليفة بن يونس تم فيها إعادة 30 منزل بالكامل وأجهزتهم والأجهزة الكهربائية وكل حاجة فيها، إن شاء الله تمويل 33 مشروع متناهي الصغر، فيها 30 فتاة يتيمة، فيها 75 عملية قلب ونظر، فيها 25 أجهزة تعويضية. احنا يمكن جمال المبادرة ان احنا ما بندخلش بس نعمل بيت ونعمل كل حاجة فيه، رغم ان طبعا قبل البيت بتبقى الوضع صراحة كارثي، واحنا ككرامة كل المصريين ما يقبلوش على بعض ان هم يبقوا قاعدين الناس عايشة غير أدمية زي اللي احنا بنشوفها قبل التعديل. فبقول للمبادرة بعتذر بيها لان هي بتدخل على تنمية الفرد نفسه، ومفيش اي نهضة دول بتيجي من التنمية، واول تنمية هي تنمية الانسان. فالانسان لو عايش في حتة كويسة وقادر يعيش حياة كريمة هيقدر يشتغل وينفق. فاحنا مش بس زي ما بقول لكم بنعمل البيوت، لا احنا بنعمل حاجات تانية في القرية. ان شاء الله القرية الجاية رايحين الوادي الجديد، ويمكن انا طول ما ربنا مديني نفس سنة مكمل في المبادرة دي انا ببقى سعيد اكتر من الناس بكتير جدا. ببقى يعني الناس على قد سعادتهم انا اكتر بكتير، لان سعادة حقيقية بنشوفها هنا مع الناس الطيبة، مع الناس اللي فعلا عندها كرامة وظروفها للأسف كانت كده. وبشكر الدولة برضو على كل المشروعات الكبيرة جدا 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 اللي بتدعمها، ولكن الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة، وفي دور للقطاع الخاص، في رجال أعمال وطنيين كتير جدا جدا مش أحمد أبو هشيمة بس، وفي طبعا مجتمع مدني عظيم زي الأورمان وكل الجمعيات. فبشكرهم كلهم، والأورمان بالذات شريك نجاح معايا. فالنهاردة يبقى يوم جميل إن شاء الله، وبشكر الدولة على دعمها للمبادرة من 2014.